محاسبة الذات يا دكتور ساعات بتؤدي لنتائج غير إيجابية، أو بيخرج الشخص يقول لا خلاص أنا فاشل، ودي الكلمة الشائعة اللي كتير فعلا، من رغم ان الشهر الكريم بيشجع على حاجات كتيرة قوي وبيبقى فيه موقف وان هو بيستعين بحاجات من القرآن والكلام ده كله، بس من رغم كده ساعات من اللوم النفسي الذات بشكل كبير وان هو غلط ومش عارفة ايه، ساعات بيخش في سيركل مش حلو. ازاي الشخص ده في البداية خالص يبتدي ان هو يقول لنفسه لا انا لو دخلت في السيركل دي مش هعرف اخرج منها، لا اتجنبها تماما، يعمل ايه؟ محاسبة الذات مختلفة اطلاقا عن جلد الذات. عن جلد الذات ايه الفرق بين ده وده يا دكتور؟ يعني هنقول مثلا جلد الذات ان انا دايما بنتقد نفسي انتقاد لاذع، دايما بفتكر الموقف السيء، ما بفتكرش غير السلبيات، وده مش صح. ودايما انا بطلع نفسي ان انا السبب، انا ليه الاسباب. ودايما ما بخرجش باي نتيجه ولا بخرج باي يعني تطور، ولا ان انا اتعافى. دايما الوم واعاتب ذاتي، ودايما افتكر السيء فقط في نفسي دايما. يعدى سنه، عدى سنتين، عدى ثلاثه، انا لسه زي ما انا. ليه؟ لان دي مرحله جلد الذات. طب ازاي دي مرحله جلد الذات؟ اما مرحله محاسبه الذات ده دي فيها فرق، دي فيها ان انا معناها ان انا هخرج بنتيجه اطور من نفسي. محاسبه الذات ان انا اقف واقفه قدام نفسي بواقع، قدام مرايتي، انا ايه مشكلتي، انا لا لازم اتخلص من الصداقه الطالحه وابدلها بصداقه طالحه صالحه. يعني هو ده الفرق بقى، ان جلد الذات دايما انا سيئه، ليه عملت كده، ليه انا سكت، ليه انا ما ردتش عليها، ليه انا ما بفشل. لكن ما بيجيبش اي سيره ايجابيات عن نفسه، ولا بيلتمس العذر لنفسه، ولا بيخرج من الاطار او من الدايره ان هو يفوق لنفسه ويطور نفسه. اما محاسبه الذات لا، نمبر 1 هو بيوقف قدام ذاته ان هو يطور من ذاته، ويقف يكون صادق، ويقف قدام المرايه انا ايه اللي عندي وايه اللي عليا، الا اتخلى منه والا اكتسبه بداله. اخرج من الصحبه المزيفه وادخل في صحبه طيبه صادقه. طب الجلد الذات ممكن يتعمله ترميم للنفس ولا لازم؟ دي بقى مرحله يعني صعبه شويه. ليه؟ لازم نبرمجه احنا، مش هو اللي يبرمج ذاته. احنا في مرحله هو شخص مش هيقدر يعمل ترميم لذاته. احنا في مرحله انا ببرمج ذاتي، مش محتاجه انسان ولا محتاجه مساعد ولا محتاجه دكتور، انا دكتور ذاتي. بالظبط، انا دكتور ذاتي. لكن لما بيوصل لمرحله جلد الذات لا، محتاج لحد متخصص يساعده، يفوقه وينبهه ويحذره بطريقته من غير ادويه طبعا، ان هو يخرج من مرحله جلد الذات. لان لو خرج مرحله جلد الذات لا يحتاج لاي دكتور، هيكون هو في المرحله الثانيه اللي هي هو دكتور ذاتي بنفسه. أيوة. هو القوه الدفاع لنفسه، هو النور، هو النور الذاتي لنفسه، هو المتشافي لذاتي، هو الروجيتا الصحيه لذاته. حلو قوي ان انت قدرتي تعملي لنا مقارنه بين جلد الذات ومحاسبه النفس، عشان فعلا اتضح ان في اختلاف كبير بينهم هما الاثنين. وحلو قوي انه برضو ازاي الشخص اللي عنده جلد النفس ان هو يلوم نفسه كتير. لا والله انا اشكرك، لان الحوار تلقائي. انت اللي جميله. الحوار تلقائي واسئلتك كلها جميله وتلقائيه. اشكرك. هو دي اسئله اللي بتدور في اذهان الناس. احنا حقيقي عايزين نمثل الواقع، احنا ما من مش احنا مش فيك يعني. احنا كلنا بنمر بظروف حياتيه وبنمر بافكار وحاجات، بنبقى عايزين نعمل فعلا تجديد لذاتنا، او فعلا زي ما بنقول ايه، نقدر نقف ونعمل محاسبه. وبالذات ما فيش احلى من الاوقات والحاجات اللي كلها بتشجع. تشجيع يا دكتور ان تحسي ان البلد كلها تصوم، البلد كلها في روحانيه، في ناس مفتقده ده بالذات اللي هم في الغربه. اكيد في ناس منهم بتسمعنا دلوقتي، ايه النصايح اللي بتحبي تقدمها لهم؟ بالذات ان برضو بيبقوا بعيد عن اهلهم وبعيد عن المحيط الروحاني اللي كل البلد بتعيشه،
فتقولي لهم ايه ويتعاملوا ازاي؟ وبالذات دولت برضو بيبقوا عايزين اكتر ناس ان احنا نشجعهم. هو سبحان الله برضو بنقول ان الشهر الكريم بيخلق روحانيات عالية جدا طبعا، وبيخلق قنوات اتصال للأطفال وجميع عناصر الأسرة. طبعا الميديا مش مؤثرة خالص. القنوات المصرية الميديا أو العربية بشكل عام مجرد الإعلانات والدراما والبرامج اللطيفة الفكاهية والأغاني والأغاني والستايل الجديد اللي بيبقى برنامج مخصوص وخريطة مخصوصة معمولة لشهر رمضان. صح. مجرد حتى التي في هو مفتوح وانا مش متابعاه بشكل يعني كامل بيدي طبعا ايحاء لرمضان. وطبعا التي في بيبقى مفتوح لصلاة الفجر وصوت الأذان، ودايما التواصل مع الأهل. دايما انا انصح بنتي او انصح ابني اتصل بخالته اتصل بعمته، كان ليك صاحبك سافر سأل عليه تواصل معاه، اسأل. مش معنى ان خلاص ما فيش وقت للدراسة او وقت كنت تتجابغ فيه، زميل سابق او زميلة سابقة نتصل. دايما التواصل، دايما نخلق، دايما بنخلق جروبات بنتواصل فيها وبنشارك فيها. يعني في اول يوم رمضان كلنا صورنا بيوتنا. أيوة. عملنا جروبات. ايوه يعني كله عمل، بقت فكره خلاص بقت عدوى يعني. عملنا جروب للواتس عشان كل صحباتنا نصور الزينه. بقت زمايلنا عملوا جروبات، فبقت عدوى للسعاده، عدوى للزينه، عدوى نعيش الاجواء ونعمل ترميم فعلا حيوي للروحانيه اللي احنا. لكن اللي بيبقى قاعد في روتين ونمط الحياه ولا يعني ولا عايز يشعر بالشهر ولا بيغير من حتى الظاهر. عمره ما هيغير من الداخل. داخل صح. وصوت الأذان، ودايما التواصل مع الأهل. دايما انا انصح بنتي او انصح ابني اتصل بخالته اتصل بعمته، كان ليك صاحبك سافر سأل عليه تواصل معاه، اسأل. مش معنى ان خلاص ما فيش وقت للدراسة او وقت كنت تتجابغ فيه، زميل سابق او زميلة سابقة نتصل. دايما التواصل، دايما نخلق، دايما بنخلق جروبات بنتواصل فيها وبنشارك فيها. يعني في اول يوم رمضان كلنا صورنا بيوتنا. أيوة. عملنا جروبات. ايوه يعني كله عمل، بقت فكره خلاص بقت عدوى يعني. عملنا جروب للواتس عشان كل صحباتنا نصور الزينه. بقت زمايلنا عملوا جروبات، فبقت عدوى للسعاده، عدوى للزينه. عدوى نعيش الاجواء ونعمل ترميم فعلا حيوي للروحانيه اللي احنا. لكن اللي بيبقى قاعد في روتين ونمط الحياه ولا يعني ولا عايز يشعر بالشهر ولا بيغير من حتى الظاهر. عمره ما هيغير من الداخل. داخل صح.